اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من ايا ليل و بونسوار بونسوار يا نيفين. مساء الخير على كل اللي بيشوفونا النهارده. احنا رغم الجو البارد ولكن النهارده ان شاء الله هنقدم حلقه مميزه جدا. هي حلقه فنيه شعبيه. معانا دكتور حسين العزبي استاذ فنون تشكيليه باكاديميه الفنون. برحب بحضرتك. اهلا. ومعانا استاذ حسان صابر مدير فرقه حسان للاستعراض الشعبي. ومعانا الراقصه الجميله الموهوبه ريم حسان. طبعا ريم حسان واخده الاسم طبعا. صح كده مظبوط اكيد صح. بنتك حقيقي. عشان طب في شبه على فكره. يعني صحيح في شبه طبعا في هوا. اهلا بيكم معانا منورينا النهارده. مهم قوي في الرقص اكيد العد. مش انت عارفه الايماء او العد والجمله الموسيقيه مهمه قوي بالنسبه للرقص. لان احنا انا ما بعتبروش راقص فنون شعبيه، بعتبره مؤدي حركي درامي. لان هو حامل مقصود وتراث شعب كامل، مجتمع كامل. صحيح. فلما كانش يكون جوه الكيان اللي هو فيه مش هيعمل حاجه. دكتور حسين حضرتك، يعني انا يمكن في البدايه كنت عايزه اعرف ايه علاقه الفن التشكيلي بالفنون الشعبيه؟ علاقه وثيقه جدا جدا. ويمكن احنا من منذ بدايه الثوره من الخمسينات احنا مهتمين جدا بالفن التشكيلي، وفي اجيال سبقتنا في الفنانين التشكيليين في دراسات ميدانيه. كنا مجموعه برضو باحثين وسافرنا هناك، لان ده برضو مرتبط بالمسرح. انا راجل بتاع مهندس ديكور مسرح، فلازم انا عارف ايه الديكور بتاعي جاي منين او الزي بتاعي جاي اساسا. تقصد بحضرتك الخلفيات اللي بتبقى ورا الاستعراضات دي كبيئه، زائد اللبس نفسه او الزي نفسه. وطبعا لينا قدوه في استاذنا الكبير الفنان شادي عبد السلام، لان هو برضو عمل فيلم المومياء. كان ليه يعني حاول هو يلتزم بالزي الصعيدي زي ما حسان هنا التزم بالصعيدي، ولكن كان ليه اضاف له رؤيه خاصه. وهي الجلابيه البيضاء تحت الجلابيه السوداء، ودي ليها اسبابها يعني. وكان ليه رؤيه تشكيليه. ايه اسبابها بقى الرؤيه؟ اسبابها اولا انها جماليه. يمكن احنا هنا شفنا الزي تبروز يعني اللي كان موجود. هو الزي الغامق اللي موجود يعني ما فيش تحتيه الرؤيه اللي هي ايه. شوفي فرق اللونين دول بيعمل صحيح. تباين بيعمل عمق. فهو عمل تباين، زائد ان هو خلى الكم، خد الكم الواسع والديل اوسع. يمكن اللي هو عمله حسان شويه، لان هناك مش بيرقص، هنا بيرقص فمرتبط بحاجه معينه. ولكن الحركه المروحيه للزي نفسها يعني حركه راقصه مروحيه هو التزم بيها حسان، اللي هي جايه برضو من التنوره. التنوره فيها حركه دائريه نحليه او نحليه دائريه. فهنا حسان واخد الحركه المروحيه، والحركه المروحيه دي عشان بتدخل هواء. عارف الجو هناك حر، فالحركه المروحيه بتدخل هواء. الزي في الصعيد بنلاقيه واسع جدا، لازم الجلابيه واسعه فضفاضه. ويمكن اللي عشان يبين الصعيدي ان او اهل الجنوب ان ده راجل غني او ميسور الحال، بيمسك ديل الجلابيه ويجيبها ويلفها من فوق راسه تلمس حلمه ودنه. يعني لو جابها كده يبقى تلمس، لو جابها كده تلمس حلمه. يعني ده دليل على الصراع القماش واسع وكتير قوي. طبعا الجلابيتين دول عشان كانوا يعملوا فضفاضه يعني تكييف طبيعي، تكييف بيجمعوا الهواء ويبداوا يلموه تاني. فالحركه المروحيه دي عشان خاطر تعمل هواء وزي التكييف لل لكن طبعا هي لها مقاسات. يعني كون زي ما حضرتك قلت استاذ حسين انه كان هو مستعملها شادي عبد السلام بطريقه اوسع، لكن في حاله الرقص او استخدام الحركات اللي فيها رقص لازم تكون بوسع معين بحيث ان هي ما تبقاش ثقيله يلم شويه على الجسم وتلم. ولا لا بص اعتقد ان هو في حاجه، هو انا هنا بحاول او اوصل لمنظور اخر. المنظور ده هو ان الجلباب الصعيدي بالاتك بتاعه الواسع زي ما قال الدكتور حسين العزبي، الاتك بتاعه بيكون واسع، بيكون حوالي مترين ونص عشان يوصل لفوق. الكم برضو واخد الشكل المخروطي الهرمي. تمام. وهنا الشكل المخروطي الهرمي، وتحت من اول وصلت تحت الشكل المخروطي الهرمي، فانت تحس ان في ثلاث اهرامات هو لابسهم في بعض. انا بحس ان الصعيدي هنا ما بيرقصش، هو عباره عن جبل بيهتز مع المزيكا. ولذلك لما تسمع صوت المزمار تحس ان هو ما بيرقصش ابدا. بس هو طبعا هنا عشان نعمل ده بالظبط
قدام المتلقي، فتحس ان الجمهور ممكن مش هيمل، مش ممكن يمل من رقص الصعيدي ابدا، لان الصعيدي ده 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 فخر، ده نخوه تانية خالص. بس لازم ندي احنا بقى يعني، لان هم عندهم حاجه اسمها النزاوي والجهيني. النزاوي ده هي موسيقى مزمار، والجهيني تحس انها واخده من جماعه الشرقوه شويه، انما النزاوي كمزمار موضوع تاني خالص، تحس انه والجهيني دي جايه من الشباب الموجوده او الكوامله والجهينه واولاد ولد بريان، دول كلهم من اصول الصعيد. لكن نقدر نقول في قبائل هاجرت من شبه الجزيره العربيه وسط البحر الاحمر وقعدت هناك، فتحس ان في عده ابناء من دول، فتحس انهم متاثرين شويه بدول، لكن النزاوي ده ما